شو أقول لك؟ ما تغير شيء، مثل ما أنا دائما متعكر مزاجي بسبتك، تضحكني مرة وتبكيني مليون، ولا عمرك راح تكون بصفي ولا بتكون، ولا عندك النية أنك تصير سبب سعادتي. يا أخي فتح عيونك، شوف الناس حولك جدا سعيدين راضين في بعض وواثقين في بعض، ولا تدري؟ لا تفتح عيونك، لأنك بتحس أنك جدا حقير وجدا ظالم وما عندك أي ضمير لأنك ظلمتني. بتعرف أنك شخص لا يحتمل، وأنه أنا اللي شلتك على كتافي. تخيل بعد كل هالصبر ألاقيك مع أقرب الناس لي، جمعتكم بطيب نية، ما كنت أدري إن طينتكم واحدة، كنت أصفى من خبثكم، استدري لاقين البعض، وإذا علي أنا ما عليك، ربي بياخذ حقي منك وشوف.